السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. باش ما نطوش لأخوتي، نمر الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. صحيفة فرنسية تكشف الوجه البشع للدبلوماسية الجزائرية بسبب المغرب. الإعلان عن اجتماع رفيع المستوى بين المغرب والمملكة المتحدة، فهل ستفتتح قنصلية لها في العيون وتستثمر ملايير الدولارات في الصحراء المغربية؟ أصندية تستعد لاختراق المنطقة العازلة في ذكرى جمهورية الوهم، والجيش المغربي يستعد للقصف. صحيفة هندية تقصف النظام العسكري الجزائري بعد تطاوله على المغرب وتعدد الأسباب. بعد الجزائر استفزاز جديد للمغرب، خاطر جدا، تركيا تبتز المغرب بورقة الصحراء المغربية واتفاق التبادل الحر. مرحبا بكم من جديد. أمط الموقع الإخباري الفرنسي موند أفريكا اللتام عما أسماها العطل الكبير والذي تعاني منه الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي ما فتأ فيه المغرب يحرز نقاطا في عدد من الملفات منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017. وبحسب الموقع الفرنسي الدائع السيد ضمن تحليل بعنوان العطل الكبير للدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء، فإن القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقية كرست إزاحة الجزائر عن منصبه الاستراتيجي لمفوض السلم والأمن والذي كانت تشغله منذ 2003. فهذه الصفعة تندرج في إطار سلسلة سوداء من صفعات دبلوماسية وجهها المغرب للدبلوماسية الجزائرية. وأوضح الموقع الإخباري الفرنسي أنه إن كان صحيحا أن نهاية السيطرة الجزائرية المتواصلة لمدة 17 عاما في قطاع السلم والأمن كانت متوقعة في أعقاب تمرد دول إفريقية أخرى، تظل الحقيقة أنها تشكل صفعة مدوية، فهي تعكس في الواقع الانحدار الذي بدأته الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء. وحسب موند أفريكا، فقد عاينت الجزائر عاجزة خلال السنوات الأخيرة تراجعا من حيث عدد الدول الإفريقية التي تعترف بجمهورية الوهم، مسجلة أن العلامة التي لا جدل بشأنها هي أفول نجم الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي عودة المغرب في يناير 2014 إلى الاتحاد الإفريقي. وأشارت وسيلة الإعلام الفرنسية إلى أن الجزائر كانت قد تغلبت على تذكير مؤيديها الأفارقة للتأخير في هذه العودة، لكنها وجدت نفسها وسط أقلية خلال النقاش الذي نظم في أديس أبابا بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن سفير المملكة المتحدة بالرباط ساميوني مارتن في ندوة عبر الإنترنت احتضنتها غرفة التجارة البريطانية يوم الخميس الماضي 11 فبراير، أن اجتماعا رفيع المستوى سيعقد قريبا في لندن، ويهدف الاجتماع وفق ما أوردته لإيكونوميست في عددها الصادرة اليوم إلى مناقشة شروط تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية بعد 50 يوما من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعد المملكة المتحدة الزبون الثامن للمغرب، كما ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى 18 مليار درهم، ويعتزم البلدان إزاحة الحواجز ولا سيما من أجل تسهيل الاستثمار المباشر للمقاولات البريطانية في المغرب. ويرتبط البلدان حاليا باتفاقية شراكة موقعة سنة 2019، وسيمكن التحدي من الوصول إلى اتفاقية للتبادل الحر. هذا وتشير بعض المنابر عن عزم المملكة المتحدة افتتاح قنصلية لها في مدينة العيون مع دخل استثمارات ضخمة في الصحراء المغربية. تراجعت ميليشيات الصنادلية عن تهديداتها باستهداف مناطق عازلة شرق الجدار الأمني، إذ اختارت قيادات جبهة الصنادلية الانزواء داخل مخيمات الربون من أجل الاستعداد لإحياء ذكرى تأسيس جمهورية الوهم، في حين تروج وسائل إعلام انفصالية إمكانية إحياء هذا الحدث في منطقة تيفيريتي، في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي ألزمت الصنادلية بعدم مروج المناطق العازلة. وتحاول جبهة الانفصالية دخول المنطقة العازلة في الصحراء المغربية بكل الوسائل، إذ عمدت مؤخرا إلى خرق أهم بند للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين القوات المسلحة الملكية والأمم المتحدة وجبهة الصنادلية،
بحيث دفعت بمواطنين صحراويين إلى الدخول إلى مناطق مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار ورفع شعارات سياسية. ووفقا للاتفاق العسكري رقم 1 تمنع الأمم المتحدة دخول أفراد أو معدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة الصنادلية برا أو بحرا إلى المنطقة العازلة، كما يحظر إطلاق نار الأسلحة داخل وفوق أجواءها في جميع الأوقات. وتغيرت معطيات كثيرة في الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية الكاملة على كافة أقاليمه الجنوبية، بينما ستحاول جبهة استغلال انشغال العالم بتحديات الفيروس التاجي للإقدام على خطوة مجنونة واقتحام منطقة تيفيريت العازلة شرق الجدار الأمني. هذا ويحتفظ الجيش المغربي بحق الرد على أي استفزازات بعد اختراق جبهة الصنادلية لوقف إطلاق النار. ألقت الصحيفة الهندية نيوز 18 الضوء على الاستفزاز الجزائري للمغرب من خلال رمز الأمة الملك محمد السادس والذي ليس وليد اليوم حسب الصحيفة. الصحيفة الهندية أكدت أن الحقد الدافئ للنظام العسكري الجزائري على المغرب نابع من كون المغرب يخطو بخطى متسارعة نحو تنمية بشرية حقيقية من خلال مشاريعها عملاقة وشراكات مع دول كبيرة. أما الجزائر بلد النفط والغاز لا تعد أنها واقفة في مكانها. وتطرق ذات الصحيفة للمشروع المغربي للطاقة الشمسية، حيث سلطت في تقريرها الضوء على جانب من المشروع الذي يحظى باهتمام عالمي من خلال منظمة إنيرجي ويبسايد العالمية، والتي التقت مع يوسف سيتو مدير مشروع نور لشرح كيفية عمل هذا الابتكار الأساسي لانتقال الطاقة التي أسمته بشمس المغرب الثانية. وجه حزب بوديموس المشارك في ائتلاف الحكومة الإسبانية أمس الاثنين طلبا إلى حكومة بلاده من أجل التدخل لدى المغرب فيما يخص قضية الناشطين الموالين لجبهة الصنادية بالصحراء المغربية. واعتبر مراقبون وفقا لما كتبته الصحف أن حزب بوديموس الإسباني المعروف بعدائه للمغرب في قديس الصحراء المغربية وبدعمه القوي لجبهة الصنادلية أصبح أكثر وقاحة وجرأة فيما يخص إصدار مواقف مستفزة تجاه المملكة المغربية في الوقت الذي يلتزم فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزارة الخارجية الإسبانية الصمت. كما أن الخراجات الإعلامية المتكررة لحزب بوديموس تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية تطرح عدة تساؤلات. هل هناك فعلا أزمة صامتة بين الرباط ومدريد امتدت إلى تأجيل القمة المغربية الإسبانية في مناسبتين؟ في هذا السياق يعتبر الخبير في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية في واشنطن سمير بن نيس أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تعيش نوعا من الفتور بعد سلسلة أحداث أبانت عن تباعد الحاصل بين البلدين على الرغم من تصريحات مسؤولو البلدين حول متانة العلاقات بينهما. ويبدو التوتر بين الرباط ومدريد يطفو على السطح بعد أن أهان عضو في حزب اليمين المتطرف فوكس في مليليا الشعب المغربي واتهم المغرب بابتزاز إسبانيا. لم يكن سحب السلطات التركية لشريط فيديو بثته قناة تركية رسمية يظهر النشط الانفصالية أمينته حيدر تطالب فيه بانفصال المغرب عن صحرائه بعد احتجاج الرباط سوى الشجرة التي تخفي غابة من الإساءات المستمرة لتركيا للنظام المغربي ملكا وشعبا. ابتزاز المغرب بمقطع فيديو للانفصالية أمينته حيدر. وعمدت قناة تركيا إلى نشر فيديو مليء بالمغالطات ومن وجهة نظر وحيدة بمثابة محاولة لاستفزاز المغرب بعد تلويح الرباط بإلغاء اتفاق التبادل الحر مع أنقرة بسبب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني. نظام رجب طيب أردوغان حاول ابتزاز المغرب من خلال نشر شريط الفيديو للانفصالية الخائنة أمينته حيدر، وذلك بعد أن عبر المغرب عن غضبه من تفاقم عجز الميزانية التجارية لصالح تركيا والانعكاسات السلبية للاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية، داعيا إلى ضرورة إعادة التوازن لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرا لإعادة النظر في هذا الاتفاق. التحرك لتشكيل جبهة مع الجزائر بعد موقعة القرقرات.
معاداة النظام التركي للمملكة ملكا وشعبا اتضح بشكل جلي عقب تطهير المغرب لمعبر القرقرات من ميليشيات ومرتزقة الصنادلية، حيث عمد أردوغان إلى إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورغم حرص وسائل الإعلام الجزائرية على التأكيد على أن الاتصال جاء للإطمئنان على صحة الرجل المريض، فإن الاتصال جاء في إطار التحركات المشبوهة لتركيا لتشكيل جبهة جديدة مع النظام العسكري الجزائري لمعاداة المملكة بعد الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة والتي حققتها في قديس الصحراء المغربية، وآخرها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، محاولات تركيا لاستهداف السيادة الاقتصادية للمغرب. من جهة أخرى، حاولت تركيا من خلالها استهداف المغرب تمثلت في محاولة أنقرة استهداف السيادة الاقتصادية للمغرب بغية إشباع شهيتها التوسعية، وهو ما حدا بالمغرب إلى إجبار تركيا على الرضوخ لمطالبه بتعديل اتفاقية التبادل الحر رغم الممانعة التركية في حماية النسيج الاقتصادي المغربي، والذي أصبح مهددا بسبب المنافسة الغير شريفة للأتراك. فإن تحرك المغرب لإعادة النظر في هذا الاتفاق التبادل الحر مع تركيا نبع من رغبة المملكة المغربية في التصدي لاستهداف السيادة الاقتصادية للمغرب من طرف أنقرة وكبح الشهية التوسعية التركية حتى لا تطال مجالات أخرى. وكانت تركيا تستغل هذه الاتفاقية منذ سنوات لإغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية بشكل ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج المحلي وبالوظائف، في خطوة تحين من ورائها أنقرة إلى الماضي التوسعي العثماني من خلال الرغبة في خدمة مصالحها ولو على حساب شركائها، مما يؤكد خروجها عن قواعد الإنصاف نحو الهيمنة والسيطرة. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء إن شاء الله.